بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السيدات والسادة، الحضور الكريم، بالأمس القريب كنا معكم نزف إليكم نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، والتي جرت في الشهر الماضي في 14 محافظة، واليوم موعدنا معكم وقد اكتمل البناء الديمقراطي وجرت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها في هذا العرس الديمقراطي، والتي جرت في جو تحوطه الطمأنينة والنزاهة والشفافية والحيدة تحت إشراف قضائي كامل منذ مراحلها الأولى حتى إعلان نتيجتها، وبإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في مجلس إدارتها بتشكيله القضائي وجهازها التنفيذي، مستظلة بأحكام الدستور والقانون ومراعية تنفيذ ما صدر من أحكام لصالح بعض الناخبين احتراماً منها لأحكام القضاء، وبرهاناً صادقاً على نزاهة العملية الانتخابية، والتي جرت أيضاً بتعاون مشكور مع رجال قواتنا المسلحة المصرية ورجال الشرطة وبمساهمة من جميع أجهزة الدولة. والآن اسمحوا لي أن أدعو القاضي الجليل لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتفضل بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية. فليتفضل سيادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعقد اليوم هذا المؤتمر الإعلامي في خضم الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس المقرر انعقاده في الفترة 2021 إلى 2026. شعب مصر العظيم، أذكركم ونفسي بأيام خلت ناديتم فيها بانتخابات تجرى بإدارة وتنظيم من هيئة وطنية مستقلة وتحت إشراف قضائي كامل، وأن يتسم إجراءها بالنزاهة والشفافية. واليوم أضحى نداءكم واقعاً، فتولت الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات، وعلى رأسها مجلس إدارة وجهازاً تنفيذياً مديراً ونواباً وأعضاءً من قضاة مصر، والذين أوجه إليهم الشكر لما يبذلونه من مجهود لإنجاز تلك الاستحقاقات الدستورية. السيدات والسادة، إن العملية الانتخابية التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي جرت في 13 محافظة جرت بنزاهة وحياد تام، وسط متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وكذا وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وبإشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين. وها هي الانتخابات جرت في مناخ تنافسي تسابق فيها المستقلون والمنتمون لأحزاب سياسية، كل يرغب في نيل شرف تمثيلكم، وكل يسعى حثيثاً لأن يكون أهلاً لثقتكم. السيدات والسادة، جدير بنا أن نرفع رؤوسنا فخراً بما حققنا في حاضرنا، وأن نتطلع إلى المستقبل متجاوزين آفاق السماء بطموحنا
ولم لا؟ وحاضرنا ممارسة ديمقراطية لحقنا في الترشح والانتخاب، وغدنا مشرق بإذن الله وبجهود المخلصين منا وبحسن اختيارنا لمن يمثلنا شعب مصر العظيم. لقد انتهت بحمد الله انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي أجريت في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد. وكان إجراؤها خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 نوفمبر 2020، وداخل مصر يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 من الشهر ذاته. واليوم نعلن على حضراتكم نتيجتها. لقد أجريت الانتخابات في الداخل في عدد 9468 لجنة فرعية، وعدد 72 لجنة عامة، وتنافس فيها المترشحون على عدد 141 مقعد بالنظام الفردي، وعدد 142 مقعداً بنظام القوائم. وقد أجريت هذه الانتخابات بتأمين من الشرطة المصرية، التي نقدر لرجالها ما بذلوه من جهود مضنية خلال الأيام الماضية في سبيل تأمين لجان الاقتراع والفرز. وقد انتظم العمل باللجان الفرعية، وإن كان هناك تأخير في فتح عدد محدود من اللجان لبعض الوقت لتأخر وصول القضاة المشرفين عليها، وكانت هناك بعض الشكاوى أثناء سير العملية الانتخابية التي تلقتها غرفة عمليات الهيئة التي قامت بفحصها والرد عليها في الحال، وكانت تلك الشكاوى غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية ولا في المشهد المنضبط لجميع إجراءات العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية وردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات دعاية داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بإحالتها للنيابة العامة. وهنا أطمئن شعب مصر العظيم بأن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات، بدءاً من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافاً وإدارةً، مروراً بتشكيل اللجان العامة من مجموعة من القضاة، إضافة إلى الفرز في اللجان الفرعية بمعرفة القاضي رئيس اللجنة وبحضور مندوبي وكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي بلغ عددها 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية وثلاثة مجالس حقوقية، وبتغطية من جانب الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي بلغ عددها 51 مؤسسة محلية وعدد 153 مؤسسة إعلامية دولية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، بالإضافة إلى صدور قرار من الهيئة بتشكيل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وانتهاءً بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة الانتخابات. بل وأجاز القانون الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، وها نحن بالأمس القريب قمنا بتنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء. كما قام الجهاز التنفيذي بتلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان في انتخابات الداخل، وقام بالمراجعة بعد إضافة أصوات من أدلوا بأصواتهم بالخارج، ونظرت الهيئة كذلك عدد 245 تظلماً وفصلت فيها جميعها، وانتهى في البعض منها إلى عدم قبولها شكلاً والبعض الآخر لرفضها موضوعاً. السيدات والسادة، وإعمالاً للمادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الهيئة هي المنوطة بها إعلان النتائج النهائية دون غيرها، وبعرض المحضر الخاص بالنتائج في محافظات الجمهورية التي أجريت فيها الانتخابات بعد إضافة أصوات الخارج على مجلس إدارة الهيئة، أصدر القرار رقم 86 لسنة 2020 باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة الانتخابات. وجاءت نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية العدد 13 محافظة وخارج مصر على نحو التالي: عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في 13 محافظة 31 مليون ناخباً و438 ألف و127،
عدد الناخبين الحاضرين 9,289,166 ناخباً بنسبة مشاركة 29.50%. عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8,332,214 صوتاً. عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956,952 صوتاً. عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7,730,456 صوتاً. عدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم 1,558,710 صوتاً. وتم اعتماد فوز كل من أولاً بالنسبة للمقاعد الفردية محافظة القاهرة دائرة الساحل أبانوب عزة عزيز معوض دائرة رود الفرج محمد عبد الرحمن راضي محمد دائرة الزاوية الحمراء أمين محمد علي مسعود عمر محمد رحيم دائرة أول مدينة نصر محمد مصطفى السلاب طارق عثمان أحمد شكري دائرة التجمع الخامس محمد السيد محمد سليمان محمد شديد لبيب الحناوي دائرة السلام أول شريف فيض الورداني محمد أحمد إسماعيل محمد أحمد دائرة عين شمس محمد سعيد سليمان الكومي صفوة وداد مسعد قليني دائرة المطرية وائل إبراهيم غريب علي أحمد عبد الفتاح محمد عباس دائرة المرج أحمد علي إبراهيم محمود دائرة الجمالية حسام محمد زكي إبراهيم دائرة عبدين أشرف محمود إبراهيم حاتم دائرة السيدة زينب الطاهر عبد الحميد محمود سليم دائرة الخليفة سيد حنفي طه محمد دائرة مصر القديمة خالد علي عبد الله كمالي دائرة البساتين خالد عبد الحميد عبده طنطاوي حشمة إسماعيل محمود دائرة المعادي أحمد عبد الرؤوف عبد المعطي الطيبي دائرة حلوان عيد حماد محمد عيد محافظة القليوبية دائرة بنها مجدي عبد العزيز محمد سيف جمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج جمال فؤاد السيد مدكور دائرة طوخ أسامة فتحي محمد عبد الرحمن عبد الوهاب عزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق دائرة تاني شبرا الخيمة عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوي مجاهد صدق محمد نصار أشرف أمين عبد العليم أحمد دائرة قليوب عادل صلاح منصور عامر إبراهيم جميل محمد عويس دائرة الخنكة كمال الدين شفعي عبد الحميد أبو دنيا محمد الطوخي عبد مصطفى محمد عبد الواحد حسن مدينة دائرة شبين الأناطر سمير مصطفى عليوة إبراهيم حافظ شكري حافظ أحمد عمران محافظة بورسعيد دائرة الزهور أحمد محمد أحمد فرغل محافظة جنوب سيناء دائرة أول شرم الشيخ سليمان عطيوي محمد سلمان وذلك لحصولهم جميعاً على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. ثانياً بالنسبة للفائزين بنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في كل من الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. وإذ لم يحصل بعض المترشحين للنظام الفردي ببعض الدوائر على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة وإعمالا لحكم المادة رقم 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 فقد صدر قرار الهيئة السالف الإشارة إليه بإجراء جولة الإعادة في دوائر كل من محافظة القاهرة دائرة الزيتون
بين كل من سيد عثمان سيد جاد المولى، محمد عبد الغني عبد المطلب عبد الحق دائرة حدائق القبة، بين كل من سيد نصر السيد أبو العلا حسين السيد محمد جاد دائرة أول مدينة نصر، بين كل من عمرو محمد فاروق محمد علي السنباطي سمر فرج علي فودة دائرة المرج، بين كل من عيد عبد الله محمد هيكل محمد رضا عبد المحسن أحمد البنا دائرة البساتين، بين كل من علي عبد الونيس علي سواح أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام دائرة حلوان، بين كل من عبد النعيم حامد محمود إبراهيم عرفة مصطفى صالح محمود مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور إبراهيم الدسوقي محمد علي إبراهيم محجوب، محافظة القليوبية دائرة قليوب، بين كل من عزة عبد العزيز محمد كريم درويش محمود محمد مرعي، محافظة الدقهلية دائرة أول المنصورة، بين كل من وحيد رمضان فودة محمد 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 السيد البسوني نبيل إبراهيم الدسوقي أحمد أحمد وردة أحمد محمد سلام الشرقاوي علي، دائرة مركز المنصورة، بين كل من محمد إسماعيل إسماعيل الشريف جمال سعد محمد الزهيري محمد علاق محمد عبد الوهاب حسن حسين محمد أحمد المير، دائرة بلقاس، بين كل من الهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة محمد عبد الرازق محمد السيد عوض قركر فايق الزكي المغازي سلامة عوض محمد عبد الفتاح محمد أحمد، دائرة طلخة، بين كل من وليد شوقي شاكر حامد السيد الخضر علي جوهر بسام منصور اليماني محمد فليفل رضا عبد الله محمد غازي حبيب، دائرة دكرس، بين كل من نصحي علي حسن علي مكرم السيد المتولي رضوان شوقي عبد العليم عبد الحميد موسى أشرف الشبراوي سعد محمد أبو العلا أشرف أحمد لطفي محمد الحصي وليد فتحي السيد فرعون، دائرة منية النصر، بين كل من محمد نجيب خالد علي محمد نور الدين عماد الدين محمود محمود سليماني الحديدي خالد مصطفى كامل عبد السلام موسى أحمد محمد حسن الهواري، دائرة المنزلة، بين كل من مجدي محمد علي الأمير أحمد أحمد الحديدي مشيمش أحمد محمد محمد سمرة إيهاب صلاح أحمد عبدو العميري، دائرة ميد غمر، بين كل من أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي عبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى بدوي عبد اللطيف هلال بدوي محمود أحمد العزب سيد أحمد، دائرة أجا، بين كل من إيهاب أنيس عبد اللطيف عبد الله محمد وفيق محفوظ صالح إيهاب أحمد محمد الفقي شريف مصطفى الجبلي، دائرة السنبلاوين، بين كل من أسامة محمد عبد العاطي متولي محمد السعيد عوض سيد أحمد أحمد إبراهيم محمد رعب أحمد همام القزمازي، محافظة المنوفية دائرة شبين الكوم، بين كل من أحمد عبد الحميد صديق حجازي العناني حسن حمودة حسن علي جمال عبد الستار عبد الغني سحلو هاني مصطفى أحمد خضر، دائرة قويسنا، بين كل من عبد الحكيم محمد البيومي سليمان التعلب منير محمد محمود مندور عصمت عبد الفتاح ياسين زايد محمد حمدي عبد الحليم علي موسى، دائرة تلا، بين كل من إبراهيم يحيى محمد خليف كريم طلعت أحمد عصمت السادات عبد الحفيظ زكي عبد الحفيظ نصير علاء حسن عبد الواحد جعفر، دائرة أشمون، بين كل من صابر أحمد عبد القوي يوسف عصام محمد عبد السلام ياسين عبد الهادي فتحي عبد الهادي خليل محمود محي الدين حسن عوض، دائرة الباجور، بين كل من محمود محمد رفعت عباس البرعي عادل زكي أمين طه الصعيدي، دائرة منوف، بين كل من أيمن عبد الهادي سليمان معاذ أحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب،
الأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار، عادل عبد الغفار طلبة منصور، محافظة الغربية، دائرة أول طنطا، بين كل من عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، سمير جابر محمود عيسى، غباشي محمد بدوي بدير، أحمد مهاب محمد أحمد الهرميل، سمير محمد إبراهيم الخولي، شريف مصطفى أنور خليل، دائرة كفر الزيات، بين كل من سامح فتحي إسماعيل حبيب، إبراهيم عبد الله إبراهيم الدهراوي، عبد القادر محمد إبراهيم سرور، محمد أحمد محمد يوسف فايد، دائرة قطور، بين كل من فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله، عبد الله أحمد السيد الشيخ، دائرة أول المحلة الكبرى، بين كل من محمود عبد السميع حسن الشامي، حامد عبد الجليل إبراهيم الزعبلاوي، محمد خليفة محمد أمين خليفة، أحمد بلال سعد البرلوسي، دائرة مركز المحلة الكبرى، بين كل من حامد جلال حامد جهجة، إبراهيم محمد عبد الله الديب، إيهاب فتوح أحمد سنبل، عبد الباسط محمد عبد القوي سعدهم، دائرة سمنود، بين كل من عبد المطلب محمد عبد المطلب الحلو، أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، دائرة زفتة، بين كل من محمد سعد بدراوي عوض، مصطفى راغب علي أبو زيد، عامر حامد عامر الشربجي، محمد سلامة توفيق أبو زيد الجهري، محمد ربيع سالم غزالة، هيثم توفيق زغلول مراد محمد عبد الله، محافظة كفر الشيخ، دائرة كفر الشيخ، بين كل من السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، محي الدين فتح الله محمد القطان، باسم عبد المحسن حامد حجازي، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، مراد جمال محمد القطان، ياسر منير عبد الجواد عبد الخالق، دائرة سيدي جابر، دائرة سيدي سالم، بين كل من علي أحمد علي أحمد، محمد عبد الحميد سعد مفتاح، محمد عبد الحميد محمد هاشم، ماهر علي مصري مسعود خليفة، دائرة الحمول، بين كل من عصام الدين السعدي محمود عبد الغفار، يونس عبد الرازق عبد الرازق فرج، محمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل، عزة عبد المنعم عبد الرحمن محمد، دائرة دسوق، بين كل من صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، عادل محمد علي النجار، يوسف البدري عبد الفتاح يوسف أحمد البدري، محمد سعد عبد الرؤوف الصمودي، عادل عبد السلام محمد محمد جعفر، محمد عبد الحليم أحمد خليفة داود، محافظة الشرقية، دائرة أول الزقازيق، بين كل من علي سعيد علي محمد سيد أحمد، لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، ماجد دياب سليمان غانم، عادل السيد الأنور محمد عبد الله عفيفي، إيمان سالم محمد سالم خضر، مروة محمد عبد الغني محمد هاشم، عبد الفتاح إبراهيم حسين محمد، مجدي جلال عبد العزيز عاشور، دائرة بلبيس، بين كل من حمودة محمد حمودة يحيى، سامي عبد العزيز نصر الله سلامة، رشيد السيد محمد محمد عامر، عبد الله فهمي رياض محمد اليماني الرماح، حاتم محمد حسن محمد حسن صيام، طارق حسن محمد الأعصر، دائرة منيا القمح، بين كل من خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد مشهور، وجيه حسين أباظة وجيه أباظة، محمد محمود جاد مصطفى، عبير السيد محمود حنفي، حسن علي حسن ضوة، مي محمد رشدي أحمد الحسيني غيس، دائرة أبو كبير، بين كل من محمد عبد الهادي سليم حبيب، حاتم أحمد عبد العزيز أحمد، نبيل عبدو إبراهيم سيد أحمد عسكر، مصطفى محمد باز مصطفى، دائرة ديار بنجم، بين كل من طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي، رضا عبد العال سالم، السيد عدلي حامد عبد الرحمن، عبد الباقي محمود أحمد تركيا، دائرة فقوس، بين كل من علاء أحمد عبد النبي إبراهيم، صلاح منصور عبد العال عبد الحميد، علي الدين إبراهيم أحمد سيد أحمد النجار، نبيل محمد المهدي العطار، إمام منصور حسن منصور سعد، صلاح الدين أحمد السيد شريبة، دائرة أبو حماد،
بين كل من أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة، ثروة محمد فكري فؤاد علي سويلم، جلال إبراهيم محمد صيام، فرج حسن سلام علي، دائرة الحسانية بين كل من السيد محمد إبراهيم رحمه، رائف السيد محمد إسماعيل، السيد أحمد عبد اللطيف عثمان عبد الله سعود، محمد حسن سلام علي، محافظة دمياط، دائرة أول دمياط بين كل من أيمن يوسف فتح رخا، ضياء الدين عصام محمد داود، ضياء الدين علي عوض بصل، ياسر عبد الفتاح عبدو أبو هندية، دائرة كفر سعد بين كل من أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي مصطفى، محمود محمد حمد السيد مشعل، حسن عبد الوهاب محمد عيسى، محمد علي محمد الجيوشي، محافظة بورسعيد، دائرة أول بور فؤاد بين كل من حسن طارق عثمان، حسن طارق حسن عمار، محمد سامي عباس راغب عامر، محافظة الإسماعيلية، دائرة ثاني الإسماعيلية بين كل من عصام أحمد دياب سلامة، أحمد ياسين أحمد محمد دندش، حسين عبد ربه محمد طلب، أسامة أحمد سيد محمد عبد العال، دائرة القنطرة غرب بين كل من عصام سعد عباس أحمد، محمد السيد طلبة علي سلام، دائرة القصاصين الجديدة بين كل من أحمد محمد بدران بشارة البعلي، أحمد محمود سليمان سليمان، محمد حامد غانم أحمد، سامي محمد علي سليم، محافظة السويس، دائرة السويس بين كل من حسن محمد محمود عيد، جمال عبيد محمد أحمد، جلال مازن جلال محمد، أحمد مراد جبريل محمود، محافظة شمال سيناء، دائرة أول العريش بين كل من عبد العزيز مطر إسماعيل سالم، ياسر حمدي أحمد عرابي، دائرة الحسنة بين كل من سامي كامل عامر عمرو، سلامة سالم سلمان سالم، محافظة جنوب سيناء، دائرة الطور بين كل من حميد سليمان محمد موسى، غريب أحمد حسان جميع. وبناء على ما سبق يجرى الاقتراع في جولة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 5 و6 و7/12/2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8/12/2020 لأبناء مصر المقيمين بالداخل، تطبيقاً للجدول الزمني لهذه الانتخابات. السيدات والسادة، هنيئاً للفائزين بثقة الناخبين، وشكراً لكم أبناء مصر حرصكم على مباشرة حقوقكم السياسية كمترشحين وناخبين في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم من حولنا من تفشي فيروس كورونا. ودعوني أقول أن العالم سيتوقف كثيراً من أجل تحية المصريين في تنظيم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع في استحقاقين دستوريين لتأدية واجبهم الوطني، ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية التي نادت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين على مشاعرهم الصادقة بالمسؤولية تجاه بلدهم مصر، لأن هذا دليل قاطع على حبكم لوطنكم مصر وعزمكم على استكمال مؤسسات الدولة. السيدات والسادة، إن ما أعلنه على حضرتكم هو ما أسفر عنه انتخابكم، فمن توافقتم عليه ونالوا الأغلبية المطلقة لأصواتكم فازوا من الجولة الأولى، ومن اختلفتم عليهم وتبينت الآراء بشأنهم سيخوضون جولة ثانية لإعادة الانتخاب، وما أعلنه إنما هو حصاد أصواتكم وصدى دويها وعظيم أثرها، فأصواتكم هي التي تمنح الثقة لمترشح وتنزعه عن آخر، وتختار من يجلس تحت القبة العتيقة للبرلمان نائباً عنكم. السيدات والسادة، أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا لمروج الإشاعات أعداء الوطن والمواطنين الذين يستخدمون سلاح الكذب وتضليل عقول الناس. لذا يجب علينا ألا نجعل آذاننا محطة للشائعات، وأن نجعل أعيننا ناظرة للإنجازات، ونصم آذاننا عن الأكاذيب التي يبثها أهل الشر ضد وطنهم، والتي يبغون من ورائها التشكيك
في كل أعمال البناء والتنمية في مصرنا الحديثة. وختاماً، فإن ثمة شكر واجبان لكل مؤسسات الدولة ورجالاتها الذين تعاونوا معنا في إجراء الانتخابات لتخرج بصورتها التي رأيتموها، وإننا نجدد العهد نحن الهيئة الوطنية للانتخابات رئيساً وأعضاءً وجهازاً تنفيذي أن نظل وقوفاً على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وفاءً بقسمنا باحترام الدستور والقانون، والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة، وبوازع من ضمير القاضي وتجرده وحياده. شعب مصر العظيم، بارككم الله ووفق مسعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.